أزمة تمضي وتأتي أزمة تقتفيها أزمة أخرى، هذا هو الحال في الموصل. فمن مشكلات الأمن والنزوح وتأخر الإعمار إلى غياب الخدمات وطوابير محطات الوقود، مروراً بأزمة البطالة التي تأخذ أشكالاً مختلفة وتقف وراءها عوامل متعددة، من بينها غياب التخطيط وتفضيل المنتجات القادمة من وراء الحدود على المنتج الوطني، حتى وصل الأمر إلى الفواكه والخضر حيث بات المستورد الإيراني يغزو شوارع الموصل. احنا نطالب يعني ان يجيبون يوفرون المعاش العراقي، احسن معاش هو معاش العراقي واحسن من المستورد، والبضاعه العراقيه يعني جيده جدا عالميا. وهسه الحمد لله يعني المنتوج بالنسبه للباذنجان، طماطم، خيار، القرع، البطاطا كله عراقي، بس الفواكه عندنا مستورد. وعلى الرغم من ان المنتجات الاجنبيه لا تضاهي نظيرتها العراقيه، فإن تفضيلها يكشف عن أجندة خبيثة تسعى لتدمير كل مقومات البلاد وإبقائه تابعا للآخرين عبر تدمير اقتصاده الزراعي بعد أن تم القضاء على اقتصاده الصناعي. عندنا منتج العراقي بس شيء قليل، فد مرة يجينا يعني خيرنا الغيرنا عيطلع. العراق هذا مليان أراضي، مليان مي حلو، ايش تريد اكو بيه؟ ليش الاستوراد هذا؟ ليش ما شغل العالم البطالة اللي عاد تشتغل بالشارع؟ كل ما جاي يبيع كنينس، يبيع ميه، يبيع ما اعرف ايش. يعني حاله يرثى لها بالموصل، يعني شغله تعبانه، ماكو لا شغل لا عمل. العراقي ما مدعوم من كل الجهات. ام الربيعين، بهذا الاسم عرفت الموصل، سله العراق الغذائيه. ها هي اليوم تعيش اسوه باخواتها من المحافظات الاخرى اياما قاحله، نتيجة السياسات المتخبطة وسوء الإدارة والفساد المستشري الذي حول العراق من بلد متعدد الموارد إلى بلد يعتمد بشكل كامل على إيرادات النفط، والذي تتحكم به ثلة من الفاسدين الذين نهبوا العراق وحولوا أرض السواد إلى صحراء قاحلة.